قال: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، كما قال: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا سؤال تحدي وليس سؤال استفهام، استفهام للتحدي وليس استفهام للعلم. ما يقول أين الجبارون يدورهم أو يقول اخرجوا، لا لا، تحدي، أي لا يوجد جبارون، لا يوجد متكبرون، بل جاء في الحديث أن المتكبرين يحشرهم الله يوم القيامة كأمثال الذر، يعني كأمثال النمل. هؤلاء الجبارون المتكبرون في الأرض اللي شايفين نفسهم، الذي يترفعون على الخلق، الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: الكبرياء إزاري إردائي والعظمة إزاري، من نازعني شيئا من ذلك أدخلته النار. هؤلاء المتكبرون الذين يتعاظمون على الناس، الله يجعلهم كأمثال الذر يوم القيامة. ولذلك هذا الاستفهام للتحدي، أين الجبارون؟ أين أنتم يا من تدعون أنكم جبارون؟ يا من تتكبرون على الخلق؟ ولذلك التكبر والتجبر نقص في الإنسان، الإنسان المتكبر نقص فيه. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتكبرون يوم القيامة عند الله كأمثال الذر، يعني مذمومون، لكنها بالنسبة لله صفة كمال، لأنه يحق له أن يتكبر، أهل للتكبر سبحانه وتعالى. لكن من كانت تقتله شرقة وتؤذيه بقة، هل له الحق أن يتكبر؟ من كان كما يقولون خلق من نطفة مذرة، من نطفة مذرة، نطفة مني يمنى، من مني يمنى، وهو يحمل العذر في جسمه، كلنا نحمل العذر في أجسامنا، وإذا مات ولم يدفن صار جيفة قذرة، أهذا يحق له أن يتكبر؟ وذاك يقال للإنسان: اعرف قدرك، من أنت، من تكون، من تكون، واعرف قدر الله. وإذا قال الله تبارك: وما قدر الله حق قدره، ولو قدر الإنسان الله حق قدره سبحانه وتعالى لما عصاه، لما عصاه، لكن يغيب عنه هذا وقت المعصية الشهوة وتغلبه، فينسى عظمة الله تبارك وتعالى، ينسى ذلك. الذي يقدر الله حق قدره لا يتحاكم إلى غير الله من القوانين الوضعية وغيرها. من عرف الله حق قدره لا يدعو غير الله تبارك وتعالى. من عرف الله حق قدره لا يخاف غير الله تبارك وتعالى. من عرف الله حق قدره وثق بالله تبارك وتعالى واستعان به وتوكل عليه. لكن الذي نراه أن كثيرا من المسلمين اليوم فضلا عن الكفار ما عرفوا الله حق قدره، فعبدوا غيره وأطاعوا غيره وعصوه جهرة عيانا سبحانه وتعالى، إذا ما عرفوا الله حق قدره، ما عرفوا أن الله هو الجبار، أن الله هو الكبير، أنه المتكبر سبحانه وتعالى. فعلى المسلم حقيقة أن يتأمل هذا الأمر بين فترة وأخرى، والله المستعان. قوله هنا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع. الأراضون السبع هنا جاءت في هذا الحديث، وإلا في القرآن الكريم دائما السماوات والأرض، سبع سماوات،
والأرض، ما يذكر الأرض بعدد أبدا، وإنما جاءت في آية يفهم منها أن الأراضين سبع، وهو قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يفهم منها أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع فقط، لكن لم تذكر في القرآن آية فيها أن الأراضين سبع، لكن الحديث هذا الحديث الصحيحين فيه أن الأراضين سبع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين. إذن هي الأراضي سبع، ولكن في القرآن دائما يطلق جنس الأرض ولا تذكر أعدادها، بينما السماوات تذكر أنها سبع في كثير من آيات القرآن الكريم. قال: ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. هنا اختلف أهل العلم في ذكر الشمال، هل يقال لله يد شمال سبحانه وتعالى أو لا يقال؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلتا يدي الرحمن يمين، كلتا يدي الرحمن يمين سبحانه وتعالى. طيب هنا قال بشماله، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه اللفظة لا تصح، لفظة بشماله إنها لا تصح، وذلك أن راوي هذا الحديث عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قالوا إنه أخطأ في ذكر الشمال. لماذا؟ لأنه توهم أنه طالما أخذ السماوات بيمينه إذن الأرض بشماله، فيقول رواه بالمعنى، رواه من فهمه بالمعنى ولم يحفظ الحديث حفظا جيدا، خاصة وأن عمر بن حمزة سيء الحفظ، حفظه ضعيف، وخالفه غيره اثنان: نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن المقسم، كلاهما لم يقولا شماله، لم يذكر الشمال أبدا، فدل هذا على وهمه لسوء حفظه ومخالفة الثقات أو من هما أوثق منه له. ثم حديث في مسلم: كلتا يدي الرحمن يمين، كل هذه تدل على أن هذه الزيادة لا تثبت، وإنما تبقى بيده الأخرى ولا يقال بشماله سبحانه وتعالى. ولو قال قائل بشماله بناء على هذه الرواية لا بأس إن شاء الله تعالى، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه أخطأ فيها عمر بن حمزة فذكر الشمال، والصحيح أن كلتا يدي الرحمن يمين، ولا يتوهم الإنسان شلون كلتا يدي الله غير سبحانه وتعالى. لا تتأمل في ذات الله، لا تتأمل في ذات، لن تصل إلى شيء، لأن الله غيب وصفاته غيب، وصفاته غيب سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يتأمل في هذا، ولكن يؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أثبت الشمال لله تبارك وتعالى قال عن حديث كلتا يدي الرحمن يمين: حتى لا يتوهم أحد أن الشمال عند الله أضعف من اليمين، كما هو الحال بالنسبة للناس، أغلب الناس اليمين هي المعطية، هي المنفقة، هي القوية، هي كذا، والشمال تكون عندهم ضعيفة، إلا بعض الناس هم أقلية. كم يمثلون العسماويين؟ الأعسر 10% ولا أقل؟ ألف وألف كل واحد. أي أكثر؟ اليمين أكثر. طيب، فقالوا خشية أن يفهم أحدهم أن الشمال أضعف من اليمين أو فيها شيء من الضعف، قال: ترى كلتا يدي الرحمن يمين، يعني في العطاء في البذل، فكلتاهما يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ليس عن الله، هذا عن الإنسان. طيب، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فاليمين هي المنفقة دائما. على كل حال، من أثبت الشمال لا يعاب عليه، ومن أثبت أن كلتا يدي الرحمن يمين أيضا لا يعاب عليه، وهو الأظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.